على كل حال خلينا نروح بعد كده لباتشو موسيماني اللي قال ان الفريق حقق العديد من المكاسب في مباراه امبي، ابرزها اضافه 3 نقاط جديده من خلال الفوز بالمباراه، لجانب طبعا مشاركه بعض اللاعبين والاطمئنان على اخرين شاركوا خلال المباراه كل زي ما او قبل المباراه. كمان عايز اقول لحضراتكم قبل مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا اوضح ان افريقيا كان يعني او الفريق كان للاسف الشديد مضغوط بشكل كبير جدا، وده مش سر يعني برضو علشان ما حدش يطلع يقول لك خد الحصري عندي، لا ما هو معروف والاهلي اعلن وباتشو موسيماني كان صرح بده قبل الماتش، يعني ما فيش حد عنده حاجه حصري، الحصري بيبقى طالع من المصدر، فهو يعني تقريبا زي ما بيتقال كده فريق نصه ما كانش موجود، والفريق على كل حال الحمد لله قدر ان هو يفوز ويرجع من جديد، ونقدر ان احنا نتكلم يعني في كمان روح زي ما بتقال موجوده، في اصرار موجود، فحاجه اعتقد محترمه، وبالتوفيق اكيد في اللي جاي، حاجه اكيد هتكون برده محتاجه كريم تركيز شديد جدا طبعًا واصرار شديد جدا طبعًا. مش هنعتمد على الحظ، مش برده انت مش عايز تدخل تعتمد عليه او مش تدي فرصه لاي حكم او تقول لك مثلا مشكله حكام مشكله ارض مشكله جماهير مشكله، انت بتركز في اللي عليك وخلاص علشان ما نديش مساحه او مجال اصلا لاي حد ان هو يجي يستغل اي مشكله عندنا. ويا مكتر المشاكل اللي بقينا بنتكلم عنها في الفتره الاخيره، ويا مكتر الامور البعيده كل البعد عن المنطق، واللي برضو بقينا نضطر يعني في كل حلقه من حلقات البرنامج ان احنا نتكلم مع حضراتكم فيها، يعني قطر زي ما كنت بقول برضو في حلقه سابقه، الاهلي عامل زي القطر اللي ماشي بسرعه البرق، وتحسوا كده ان السرعه اللي ماشي بيها النادي الاهلي بتؤرق وبتثير ضغينه افراد جهات كيانات، سميها زي ما تسميها، بس في ناس متضرره. صح، يعني على كل حال تصريحات موسيماني احنا دايما بنكون حريصين تصريحاته تكون محترمه، مدير فني عارف كويس قوي بيقول ايه، الرسائل اللي يعني زي ما بتقول كده بيرسلها للجميع، والردود اللي بتكون على بعض الاسئله يعني المستفزه خلينا نقول، بس هو فعلا كان في مؤتمر صحفي كان مهم جدا وموسيماني قال فيه كلام محترم، خلينا نروح نتابع. طبعا مش سر ان احنا كنا مضغوطين. We feel the pressure because we are responsible for a big team of Al Ahly. شعورنا بالضغط طبعا لان احنا مسؤولين عن فريق كبير زي النادي الاهلي. And it's normal to have that pressure. وطبيعي يبقى في الضغط ده. It's our fourth league game, at least we won now. أربع ماتشات ده المواد دي كسبنا الحمد لله بعد أربع ماتشات. And we won in a difficult way when we had so many absentees. وبرضه كسبنا كان فوز صعب خاصة في ظل وجود غيابات كتير. We had to play Afsha as a six. طبعاً نلعب أفشا في مركز زين مع ستة. We had to play Hani as a center back. وهاني لعب سيرد باك. All my center backs are out. مش كل السيرد باكات بتوعنا بره غايبين. And three of my central midfielders are out. وتلاتة من وسط ما الديفندرات بتوعنا الارتكاز تلاتة مش موجودين. الحمد لله شناوي made a recovery and he came back. الحمد لله الشناوي استشفى بسرعة من الإصابة اللي كان فيها ورجع ولعب النهارده. But we won tonight for only one reason. بس فوزنا النهارده لسبب واحد فقط. We have taken a decision to play in this pitch. أخذنا قرار إن احنا نلعب ونأدي على أرضية الملعب دي. ونبطل اعذار بسوء ارضيه الملعب، نتكلم ارضيه الملعب، قلنا هنلعب النهارده ونادي على الارضيه دي. وحتى قلت للعيبه قبل المباراه هنلعب ونادي كويس على الارضيه دي. لان عندنا مباريات لازم نلعبها على الارضيه دي. ولازم نرجع طبعا، لازم نرجع تاني كنادي الاهلي. هنكسب امتى؟ And it's also important that we win because maybe this is the last game before the cup final. وطب مهم جدا طبعا بالنسبه لنا ان احنا نفوز، لان ده اخر ماتش لينا في الدوري قبل نهائي افريقيا. And also it gives opportunities to the players that have not been playing to play. كانت فرصه برضه للاعبين اللي ما بيشاركوش بشكل دائم ان هم ياخدوا فرصه مشاركه. But we played well. بس ادينا كويس، لعبنا كويس. maybe made one chance. اعتقد ام بي لاحت لهم فرصه واحده لنادي ام بي. I'm not talking about the half chance of the free kick. مش هتكلم على الضربه الحره لان دي تعتبر نص فرصه مش فرصه كامله. No, for me as a person I'm not coaching football to break records. انا بالنسبه لي كشخص مش بمرن في كره القدم عشان اعمل اضرب ارقام قياسيه واحقق ارقام قياسيه. Focus on winning games. مدرب كرة القدم بيركز في ان يكسب مباريات فقط. وممكن لو كسب ماتشات كتيرة ممكن يحقق رقم كويس أو حاجة زي كده. But the Ali fans, they were here.
they were supporting us. جماهير الاهلي كانت موجوده هنا النهارده في المباراه وشجعتنا. If they gave up on us they would never be here. لكن يقسوا مننا بعد الماتشات اللي فاتت ما كانش جم وشجعونا النهارده، ما كانش يجوا النهارده للاستاد. They showed us they still support us. اظهروا لنا ان هم لسه بيدعمونا بيشجعونا. The best way to give them a win before the final. وافضل شيء احنا نهديهم فوز قبل نهائي افريقيا. And they played with an Ali spirit. ولعبنا بروح النادي الاهلي النهارده. ودي الروح اللي اتمنى اللعيبه يكون عندها. انت كلمت مع الدكتور دلوقتي من شويه. ده اجابه السؤال المفروض هو اللي يقول لك عشان اللعيبه اللي غايبه. I just go to the ward. We have a hospital ward in Alaqui. بنتكلم مستشفى ممكن الاهلي غيبت. And see who is coming out of the hospital. هنشوف مين اللي هيطلع من المستشفى. من الاصابات بعد كده هشوف مين هيطلع من الاصابات ومين هيستشفى. ابوك هيبتدي مين هيخف دلوقتي اعد في ضوء اللعيبه اللي هتخف تبقى جاهزه في الوقت الحالي. وده الفريق اللي هو جاهز دلوقتي اللي بيلعب دلوقتي هو اللي حابين النهائي الى ان يخف حد تاني. ما عنديش اي فريق تاني النهارده كان متاح غير دول اللعيبه المتاحه معايا. ممكن بعد يومين اللعيبه ترجع من الاصابه. وكنا كده لما رحنا كاس العالم الانديه لعبنا مع مونتيري كده برضه كنا منتقصين برضه من لعيبنا وكنا ما كانش حد مؤمن بفرصنا واحنا في الطياره واحنا مسافرين قبل ما نلعب مع مونتيري. اي حد بيلبس فريق الاهلي وبيأدي في الملعب بيلعب في الملعب لازم يأدي. Yeah, thank you. You know there's a lot of talk. There's a lot of mistrust. But it's part of the football. في كلام كتير وفي برضه عدم ثقة شوية بس كده جزء من كرة القدم. When لما مانشستر سيتي كان في الدوري الإنجليزي متصدر ب 14 نقطة عن ليفربول ونزل من 14 نقطة واحدة مع ليفربول. ما كانش حد يتكلم عن بيب جوارديولا خالص. ما حدش ما كانش ما حدش يتكلم عن ليفربول. ما حدش يتكلم عن محرز. محدش فقد ثقته في بيب جارديولا او محرز او دي بروين وقال ان هم مش كويسين. تالويك اندر شو الماتش الجاي ده محتاجين نقطه واحده بس الماتش الجاي وياخدوا الدوري. مع انهم اهدروا 14 نقطه قبل كده. بس شايف الست حاب بتاعهم كان مليان كل اسبوع بيجي يشجعهم برغم النقاط اللي كانوا بيفقدوها. واحنا مش بعيد قوي من لقب الدوري يعني. And by the way, let us deal with the Champions League. برضه دلوقتي خلينا بنركز في بطولة افريقيا نحط نخلص منها بعد كده ونرجع من المغرب ان شاء الله. بعد كده هنركز في بطولة الدوري باذن الله. ونكسب هنكسب الدوري ان شاء الله.